بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا فيما يخص مبادئ الكيمياء المدرسية، سنتحدث الآن عن الطاقة والفوتون والقدرة والفوتون، الواط والفوتون. إذا سنتحدث عن الطاقة والفوتون، يقول لي احسب طاقة فوتون طول الموج 740 نانومتر. إذا يطلب لي أن أحسب طاقة فوتون فقط معطوني طول الموج. طبعا أنا هنا أتذكر بأن الـ E هي عبارة عن H ميو. أنا هنا الـ H ثابت بلانك، هنا اسمه ثابت إذا لا يتغير، 6.63 ضرب 10 سالب 34 جول سكند. الميو التردد، أنا ليس عندي التردد، لكني أستطيع أن أستخدم المعادلة الثانية C equal lambda ميو. أستطيع أن أحل لي اللاندا أو لي التردد، عفوا لي الفريكونسي سي، أيضا سرعة الضوء الثابتة 3.10^8، اللاندا معطى لي 740 نانومتر. إذا ميو تساوي سي على لاندا، عوض هذه القيمة سي على لاندا في هذا المقدار، يصبح عندي الإتش ثابت، السي ثابت، اللاندا معطى، أستطيع أن أجد الطاقة إي تساوي إتش سي أوفر لاندا 6.63 ضرب 10^34 جول ثانية ضرب 3 ضرب 10^8 متر في الثانية على 740 ضرب 10^9 متر. طبعا المتر مع المتر يذهب، السكند مع السكند تذهب، يبقى عندي وحدة الجول. وأضرب الأرقام مع بعضها البعض يعطيني 2.69% ضرب 10^19 جول. هذه قيمة الفوتون أو قيمة الطاقة اللي سوف يعطيني إياها الفوتون في هذه الحالة. كم عدد الفوتونات اللازمة من هذا الطول الموجي، هذا الطول الموجي 740 نانومتر، حتى نحصل على طاقة بمقدار 1 كيلو جول؟ يعني كم ممكن أن يعطيني هذا، يعني كم فوتون أحتاج حتى أحصل على طاقة مقدارها 1 كيلو جول أو 10 أو 1000 كيلو جول؟ هنا مهم عندي الانتباه إلى الوحدات ومحاولة حل الوحدات وتبسيطها حتى أستطيع أن أحصل على الجواب بالكامل. بداية أنا أقول هنا 1000 جول، أعتذر، هنا ليس 10,000، هنا 1000 جول ضرب، طبعا هنا وهنا أنا أن كل جول، هنا المفروض أنا وضعت جول لكل سكند، لكل ثانية جول، عفوا جول لكل فوتون، جول لكل فوتون، أعتذر، جول لكل فوتون، وهنا أضع جول لكل فوتون. إذا أقول 1000 جول ضرب مقلوب هذه القيمة، جول مع الجول اللي يعني بعضهما البعض، هي جول لكل فوتون، هنا جول لكل فوتون، جول مع جول يتبع بعضهما البعض، الفوتون يصعد إلى الأعلى يعطيني 3.72 ضرب 10^21 فوتونز. أنا أحتاج إلى رقم مهول جدا، كبير جدا، من الفوتونات حتى يعطيني طاقة مقدارها 1 كيلو جول بخصوص طولها الموجي. طبعا هذه الفكرة تدلني كما أن الفوتون يعني صغير جدا وطاقته يعني لا تكاد تذكر. وأعظم الطول الموجي والفوتون خاصية الموجية والجسيمية مع بعضهما بعضا. مصباح كهربائي قدرته 60 واط، يحول 1% من قدرته إلى ضوء. طول الموجي 490 نانومتر في الدقيقة الواحدة. طبعا هنا من قدرته إلى ضوء، طول الموجي في الدقيقة الواحدة. طبعا هو المطلوب الآن كم حول واحد من طول الموجي. المطلوب هنا أن أحسب
مطلوب هنا أن أحسب كم فوتون أيضا سوف يعطيني إذا عرفت أن قدرة الضوء كم فوتون أنا أحتاج. طبعا 60 واط مقصود فيها هي الطاقة على الزمن، طبعا القدرة هي عبارة عن الطاقة على الزمن، إذا هي عبارة عن 60 جول بير سكند. طبعا أضربها بواحد بالمئة، هذا هو مقدار، يعطيني 6 × 10³ جول بير سكند. هذا بداية، هذا المصباح. الآن أحسب أنا الطاقة الخاصة في كل فوتون، E تساوي H C على اللاندا كما تعلمنا قبل قليل. ال H ثابت، ال C ثابت، اللاندا فقط عندي متغير لكنه هو معطى لي. إذا 6.63 × 10⁴ جول سكند ضرب 3 × 10⁸ متر في الثانية على 490 × 10⁹ متر، يعطيني 4.6% ضرب 10⁻¹⁹ جول لكل فوتون. مرة أخرى لاحظ، جول لكل فوتون، إذا كل فوتون هنا each single photon has this energy، إذا كل فوتون مفرد يملك هذا المقدار من الطاقة الموجودة هنا. إذا هو طلب لي أن أعرف إذا أعطى هو هذا المقدار، هذا الضوء، كم فوتون سوف أحتاج. طبعا هو في الدقيقة الواحدة، إذا 1 minute أحوله إلى ثانية ضرب 60 ثانية لكل دقيقة ضرب 6 ضرب هنا ضرب الطاقة 6 × 10⁻³ جول بير سكند ضرب بالمقلوب هنا بالمقلوب 1 فوتون لكل 4.06 × 10⁻¹⁹ جول. طبعا منت مع منت تذهب، سكند مع سكند تذهب، جول مع جول تذهب، يبقى عندي 1000 فوتون. إذا أستخدم أنا هذه العملية هنا مباشرة، يعطيني 8.87 × 10⁻¹⁷ فوتونز. إذا أنا حتى هو حتى يعطيني 1% من 1% بالمية 1% بالمية من طاقته لتحول إلى ضوء طول الموجة 90 نانومتر، فإني أحتاج إلى 8.87 × 10⁻¹⁷ فوتونز. إذا أحبتي، كان هذا الفيديو الحديث عن الطاقة والفوتون، تحدثت فيه هنا عن القدرة والفوتون، وتحدثنا فيه عن الطاقة والفوتون أيضا أحبتي، وإيجاد عدد الفوتونات. مرة أخرى أحبتي، لا تبخل أيها الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.